ايه الثغرات اللي موجودة النهاردة في صفوف المنتخب الوطني لازم الجهاز الفني يشتغل عليها في الفترة اللي جاية؟ يعني احنا بقالنا ايام كتيرة جدا بنردد انه الفترة اللي جاية على المنتخب اصعب من اللي فات. عشان اقول لك حاجة، لازم مدير فني يثق في نفسه جدا وياخد قراراته ملوش دعوة بأي حاجة، هو يشوف ان ده اللي هيفيده، هو شايف ان ده اللي هيلعبه مهما كان الاسم اللي موجود. يعني اقولها لك ازاي، يعني ما تبقاش في لعيبه مش قادره تمشي في الملعب وعايزه تلعب، لا على طول خليك سريع، انقذ الهجوم اللي عليك ده كله. انت واخد قاعده، انت واخد كل لعيبه مصر معاك، واخد كل افضل لعيبه طبعا، افضل لعيبه واخدها معاك. انت شايف ان في لعيب كبر سنا ويلعب تلت ساعه بس، قعده والعب بالولد الصغير. انت شايف ان لازم يبقى في تطعيم في ناحيه الـ ناحيه الشمال او ناحيه اليمين او خد قرارات. ما تخليش السوشيال ميديا كابتن حسام بيتاثر بالسوشيال ميديا كابتن؟ ما فيش حد فينا ما بيتاثرش. وده صح ولا غلط؟ ما ينفعش انت تبقى بتشوشر عليا حتى انا لو كسبت او خسرت. يعني سابوا الشوط الاولاني ومسكوه في الشوط الثاني امبارح، واحد من اللي عاشوا قالوا لي اديك رجعت ثاني اهو لعدتك. مش رجعت انا، ده لعيب اللي بينزل السهام هو اللي بيأدي لي. كابتن شريف امبارح كان طارق سليمان، كابتن طارق سليمان موجود، ويمكن كابتن طارق يمكن عاشر فتره طويله، يعني كان بيقول لك انا لا ما مش من النوع كابتن حسام البدري اللي بيأثر عليه قوي او بيتضغط من موضوع السوشيال ميديا ديت. فحضرتك هنا بتقول لي لا، يعني بشكل او باخر بيتأثر. يعني اي حد هيتأثر ليه؟ لان انت ما بيتابعش. انا النهارده الحمد لله ان انا بكسب، بالك بقى لو انا ما بكسبش، بالك لو انا ما وصلتش انا طالع اول مجموعه وكسبت، فدي هتبقى مشكله كبيره جدا. طبعا في شكل معين ما تعودناش ان منتخب مصر من ايام حسن شحاته والجوهري ان يقوده مدرب مصري، انه ينجح المدرب المصري معاه، ما دي مش مقبوله طول عمرنا. وهاني عارف معاني النجاحات كلها كابتن مدرب مصر، يعني كل النجاحات الكبيره على مستوى منتخب مصر كانت على مستوى وصول كاس عالم كابتن محمود الجوهري، كابتن حسن شحاته على مستوى الامم الافريقيه، بتتكلم كلهم يعني مدربين وطنيين. ويمكن كان المدرب الاجنبي في مشوار تاريخ المنتخب المصري يعني نجاحات قليله في فترات يمكن الثمانينات، لكن طبعا كوبر ووصول كاس العالم ده كمان كان نجاح كبير. لكن بنتكلم على اللي جاي يا كابتن، وانت شايف حضرتك الشكل العام للعام بقى للتصفيات، ايه اللي محتاجه الكابتن حسام فنيا يعمله عشان مشوار، حضرتك بتتكلم على مشوار كاس العالم وده يمكن الطموح الاكبر، ايه اللي الكابتن حسام شايفه ان ممكن لا يغير شويه من الطريقه؟ هل يغير من الطريقه علشان يخدم صلاح بيلعب 4-3-3، ولا العلاقه الجيده جدا ما بين محمد صلاح ومحمد شريف اللي ظهرت في مباراه جزر القمر تديله اولويه ان يكون لا ان يبقى فيه أولية على حساب مثلا مصطفى محمد رغم تألقه؟ شايف الجزئية دي ازاي يا كابتن؟ انت اتكلمت يعني في علاقة لغة ازاي وصل صلاح لغاية الجول، بالظبط سرعة صلاح ازاي استغلها. لازم يبقى في واحد بيقدر يوصل الكرة وشايفه. انا ما بشوفش غير النني هو اللي شاف صلاح ده من ايام تصفيات كاس العالم، منتخب الاولمبياد صحيح هو الوحيد اللي بيبقى ايه بيفكر في صلاح. انا بفكر في امكانيات اللعيبه اللي عندي اللي تكسبني، بفكر في العمق بتاع محمد مصطفى محمد او محمد شريف او وات ايفر اللي هيقول احمد ياسر الناس دي كلها اللي موجوده. هو حسام بدري بي بي بيدي الناس كلها وبيخلينا احنا كمان نتفرج على كل لعيبه مصر دوليا ومحليا، اهو دول البارزين عندكم. فزي انت بتتكلم في تاكتكس، النهارده هتلعب 4-4-2 ولا 4-3-3 بقى، نص الملعب هو التيمبو بتاع الفريق الكامل. بس اهم حاجه لازم نعرف ان نص الملعب بتاعك مش بلاي ميكر بس، نص الملعب بتاعك ده هو حائط الصد ان الفرقه الثانيه ما تجيش عليك. لان انت ما انت تكسب 1 و2 و3 في كل ماتش، انت مش عايز غير كده تكسب بس، انما ما يجيش فيك جوال، ما اشوفش الشناوي ده خالص انا. ولو كره اتلعبت تبقى طويله عليا، فلازم ده كله من اول صلاح لاخر واحد يكون هو ده الديفنسر. يعني الديفندنج بتاع الفرقه كلها، شفت صلاح بيجري وبيرجع يدافع، شفت تريزيجيه بيجري، الروح دي يبقى في روح بتواكب الاداء للمدير الفني. خد بالك، يبقى انا بيعتمد عليا مهريا دفاعيا ودفاعيا وهجوميا، ده بيوفر لي كل حاجه. لازم كل مركز يبقى فيه اثنين عشان انت تبقى كمدير فني مستريح لما يحصل لك اصابه او يحصل لك طرد او يحصل لك اي حاجه بتحصل في المباريات، اي حاجه ما تاثرش فيك. لازم انا كمان ادي اكسكيوز للناس اللعيبه دي كلها، كورونا اللي احنا فيها دي،
عدم تجمع المنتخبات دي مع طارق ده بيلمهم من انديه من ده لسه بتمن ايام اخر ده يعني ده بتلم من انديه. الظروف الافريقيه للنوادي اللي بتروح تلعب فيها ضغط المباريات من سيمبا ورايحين فيتا كلاب وبعدين رايحين السودان برضو مع كل ده ولسه كانوا في كينيا وبعدين هنا بيلعب تحت ضغوط نفسيه كل ده برضو اللاعب المصري اهو ابتدينا شكل الاحتراف يبان. هيبان اكتر امتى؟ لما الاقي 6-7 بيطيروا من عندي بيروحوا تركيا وبيروحوا اوروبا وبيروحوا اللي هي الحاله اللي انا شايفها ان شاء الله بالحاله اللي حضرتك شايف عليها دلوقتي منتخبنا الوطني قادر على تجاوز تصفيات كاس العالم؟ نتكلمي مع كيش منافس قوي يعني ليبيا اتفرجنا عليها كويسه قوي. الجابون بقى فرقه كويسه فرقه كويسه وعندها نجوم كمان ومحترفين. هي ماخذ الجد من اللعيبه صدقيني ان هم اصحاب الشكل ده وان شاء الله يطلعوا الاول ويصفوا في المباراه اللي انت وحظك بقى بس هيبقى مستوى تاني على ما اعتقد اللي هيطلع.